تشيل وانا قصيدي غير. بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم أينما كنتم وتواجدتم مع هذه الانطلاقات المتوالية والمستمرة المتواصلة. شوط يليه الآخر لتعلن انطلاقة هذا الشوط ألا وهو الشوط العاشر والخاص بالإجداع القعدان ومسافة 5 كيلومترات هي حكاية ورواية هذا الشوط المصاحبة لهذه الأسماء والمصاحبة لهذه الشعارات لتنطلق هذه الأسماء ضمن انطلاقات وتحديات كأس اللجنة الأولمبية بمنطقة تبوك. فنرحب بجميع الحاضرين. انطلقنا وعلى الله توكلنا. نبدأ بالبداية مع الصدارة الأولى انطلاقة هذا الشعار، شعارك هنالك من يقدم لنا انطلاقة وحضور هنا الشعار مع مقدمة هذا الشوط ومع الصدارة. ينطلق شعار عايض بن رفعان بن عايض القحطاني يقدم لنا الرباع المنطلق بمتابعة ماجد بن محمد بن حمد المري شرس المضمرين، يتابع لنا الرباع المركز الثاني. ومن وصل في هذه اللحظات ينطلق مبلش وساعد بن مفضي بن صالح الجهري يقدم لنا مبلش، ولكن حصل تغيير وحصل انطلاق مع أبناء قطر القادمين مع سمحان عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل. يصل في هذه اللحظات مع انطلاقة سمحان المركز الرابع. ومن يتواجد هنا شعار هنا لكشايب عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي القادم بشعاره بمراقبة نايف بن صلاح الحربي، يتواجد هنا في هذا الانطلاق المركز الخامس. وصل شعار بن رشيد المقدم لمايهاب احمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي وابناء دولة الامارات القادمين على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمسة الاسماء الأولى للخمسة الشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الأصيل ما بين هذه الأصائل وما بين هذه الشعارات. ولكن نعود إلى صدارة الشوط وإلى الانطلاقة الأولى. انطلاقة هنا أبناء قطر يغيرون على الصدارة، أبناء الدوحة مع سمحان عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل يتواجد هنا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي مع سمحان باحثين وطامعين بالنوماس الغالي وبالانتصار هنا عند خط النهاية. ينتظر واحدا من بين هذه الأسماء، واحدا من بين هذه الشعارات يكون بطل متوج في هذا الشوط. بينما الرباع قادم على المركز الثاني وشعار بن رفعان القادم مع الرباع عايض بن رفعان بن عايض القحطاني يتواجد هنا على المركز الثاني مع انطلاقة الرباع يتواجد على المركز الثاني. بينما أرى القدوم أرى الشعارات الواصلة، من الواصل هذه اللحظات؟ وصل متعب علي بن محمد بن علي آلف هيدة المري القادم مع متعب الحاضر بشعاره يتواجد على المركز الثالث. يصل بشعاره المركز الرابع، بدأ بالحضور وصل شايم عبد العزيز بن معلا بن عليان السهري القادم بشعاره الحاضر والمتواجد على المركز الرابع، يقدم لنا شايم المركز الخامس. وصل بن رشيد، وصل في هذه اللحظات احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا مايهاب وحضور مايهاب القادم بشعارك يا بن رشيد الحاضر هنا مايهاب
الغياب، ولكن العودة وين؟ إلى صدارة الشوط، إلى الانطلاقة الأولى. هذا التنافس ما بين الرباع وما بين سمحان والرباع، حوار دائر نحو صدارة الشوط ونحو البداية، ولكن الخط الفاصل هو خط النهاية. هي الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. بدأنا بالقدوم وبدأنا هنا بالوصول إلى لائحة 2 كيلومترات. انقضت هنالك 3 كيلومترات لتتبقى 2 كيلومترات. يا متابعين، يا مراقبين، يا عشاق النوماس الغالي، ولكن حصل تغيير مع متعب ليغير الأمور. علي بن محمد بن علي آل فهد المري يقدم لنا متعب، وحضور متعب في هذا الشوط غير الأمور وقلب الموازين رأسا على عقب لينطلق مع الصدارة، مع البداية، مع انطلاقة متعب بشعارك هالفهيدة المنطلق، مع انطلاقة متعب. الرباع على المركز الثاني يصل بالرفعان ليرفع راية التحدي، مع انطلاقة الرباع عايض بالرفعان بن عايض. القحطاني قدم هنا مع انطلاقة الرباع، ايضا وصل شايم عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي القادم مع انطلاقة شايم، وحضور ايضا الاسماء القادمة. وصل الجذاب عبد الله بن محمد بن فهد المري يقدم لنا شعاره، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير عن خط النوماس وعن خط الانتصار. لا زال متعب متسيد هذا المكان، متسيد هذا الموقف، ولكن الجذاب يحضرنا بشعار عبد الله بن محمد بن فهد الجابر المري يغير الامور وينطلق هنا مع الصدارة ما بين الجذاب وما بين متعب. ارى هنالك بدران عودة بن سالم بن عودة الاحطوي القادم مع بدران على المركز الثالث، المركز الرابع وصل سلطان عبد الله بن دخيل الله بن رواشد الجهري القادم مع سلطان. الأمتار الأخيرة الفاصلة عن النوماس، وصل سلطان وتحرك الجذاب وتحرك متعب. النوماس وين؟ الانتصار وين؟ ما بين هنالك متعب وما بين الجذاب والسلطان. سلطان الجذاب متعب ولكن الجذاب يحضر. عبد الله بن محمد بن فهد آل جابر المري غادر بهذا الفوز مع انطلاقة الجذاب وحضور الجذاب. الجذاب يا عيني الجذاب جذب الأنظار، جذب المتابعين بهذا الانطلاق. عبد الله بن محمد بن فهد آل جابر المري وأبناء المملكة خاطفين هذا النوماس وخاطفين هذا الانتصار. المركز الثاني حضر هنا لك السلطان عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايد الجهني. المركز الثالث حضر هنالك على المركز الرابع على ما يبدو شعار متعب علي بن محمد بن علي آل فهد المري المركز الرابع. إذن تهانينا وألف ألف مبروك إلى مالك الجذاب، حضر بهذا الانطلاق عبد الله بن محمد بن فهد آل جابر المري، من أبقى السلامات هنا مع هذا الانطلاق ومع حضور الجذاب في هذا الشوط الكبير والمثير. لحظة الوصول 8:03 و21 جزءا من الثانية. المركز الثاني حضر لك السلطان عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايد الجهري 8:04:43 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضر لك متعب علي بن محمد بن علي المري بتوقيت قدره 8:04:77 جزءا من الثانية. المركز الرابع كان الحاضر هناك رطام وقاسم بن محمد العطوي. المركز الخامس حضر هنالك بدران وعودة بن سالم بن عودة العطوي قدم لنا بدران على المركز الخامس. إذا تهانينا وألف ألف مبروك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. هكذا كان الجذاب الحاضر في هذا الانطلاق
المتواجد بشعار عبد الله بن محمد بن فهد آل جابر المري هنا ليبقي السلامات مع أبناء المملكة، وبالتحديد تغادر السلامات إلى أبناء ميدان الساحة مع حضور الجذاب وتواجد الجذاب في هذا الشوط المثير والخطير. تهانينا وألف مبروك، هكذا هي لحظات الانتصار ولحظات الفوز المستحق الحاضر مع الجذاب. أشواطنا مستمرة ومتتالية، شوطنا القادم بصوت الزميل رايد بن محمد. الاعطوين، نتمنى لكم حسن الاستماع.